أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. في هذا الصباح الجميل الباكر والغائم والمهيأ لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، استوقفني هذا المنظر الجميل على أغصان الشجر وعلى الأرض، على الأرض وعلى أغصان الشجر. شاهدوا معي العصافير والحمام وزقزقتها في هذا الصباح الباكر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أشعر أن هذا الطائر في قمة السعادة وهو على هذا الغصن في أعالي الشجر، فسبحان الذي هيأه لمثل هذا. ما أجمل الصباح حينما تخالطه مثل هذه الصور ومثل هذه التغاريد وزقزقة العصافير. منظر جميل جدا، ملفت للنظر في هذا الصباح. اليوم سوف أحدثكم عن التداوي بالثلج، ولهذا الموضوع قصة حدثت معي في الرابع من شهر رمضان لعام 1440 للهجرة، حيث كنت في دورة المياه، وفقدت توازني فسقطت على الأرض على جنبي الأيسر، فشعرت بالألم بعدها مباشرة، ثم ذهبت للعلاج الطبيعي الذي أمارسه أنا وأستخدمه، سواء كان من الأعشاب أو التمارين الرياضية أو المد وغيرها. واستخدمت أيضا بعض الأوراق الملفوف، وعندما اشتد الألم استخدمت حقن الفولترين وكانت مفيدة، لكن ما زال الألم قائما، خاصة أثناء النوم كنت أتعب كثيرا من شدة الألم. وكان أحد أبنائي سليمان يشير علي بالتداوي بالثلج، وحقيقة كنت لا ألقي له بالا في هذا الموضوع، وكرر علي مرارا وتكرارا، وكان يقول يا أبي والله لقد تداويت بالثلج حينما كنت ألعب كرة القدم مع زملائي في المدرسة، وحصل له التواء في الفخذ أو قال الركبة أو قال تمزق في بعض العضلات، أخذ بعض المراهم الخاصة بالعضلات، وقال لم أستفد كثيرا سوى أنني استخدمت الثلج، لأن الدكتور وصف له بالثلج لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويقول تحسنت بفضل الله عز وجل على التداوي بالثلج، فلماذا لا تجرب الثلج؟ طبعا أنا بحكم أنني أتعامل مع الأعشاب ومع الوصفات الأعشاب، فإنني لم أهتم كثيرا بهذا الموضوع،
لكن حقيقة استمرت الألم أو استمر الألم معي قرابة الشهرين، وعندما شعر أنني أعاني قال: يا أبي أنا أكرر عليك أكثر من مرة. قال: يا أبي اسمع كلامي، أنا أكرر عليك هذا الموضوع أكثر من مرة وأنت لا تسمع. قلت: يلا خلاص جرب، جيب لنا الثلج. فجاب الثلج ووضعه في أكياس، وسوف أريكم كيفية طريقة الثلج. أكياس البلاستيك التابعة التي يوضع فيها اللحم، ثم وضعها على الأماكن التي أشعر فيها بالألم في كتفي الأيسر، والحقيقة أنها مؤلمة تحتاج إلى صبر، لكن ليس بذلك الألم القوي جدا، ولكنه تشعر بألم يحتاج إلى صبر. ثم بعد ذلك في تلك الليلة شعرت فعلا بتحسن. في اليوم الثاني قلت: والله يا ولدي إن الموضوع الذي حدثتني فيه عن الثلج فعلا له نتائج ممتازة. فتبسم وقال: لابد أن تستمر عليها لمدة أسبوع وسوف تتخلص بمشيئة الله. أنا اليوم لليوم الثالث على التوالي وأشعر بتحسن كبير جدا جدا، ويكاد 70% إلى 80% اختفى بفضل الله عز وجل ثم التداوي بالثلج. اليوم حديثنا عن مكعبات الثلج التي ترونها أمامكم في هذه الصورة، لكن كنت أستخدم مثل هذه الأكياس، أكياس اللحم أو أكياس الخضار الكبيرة، وأقوم بتعبئة الماء بداخلها ثم أجعلها في الثلاجة أو الفريزر، ثم بعد تجميدها أستخدمها على مكان الألم، وكانت النتيجة مبهرة جدا. ولعل الكثير منكم لا يعرف التداوي بالثلج ولا كيفية التداوي به أو لم يسمع به، علما بأننا نشاهد في إصابات الملاعب أنهم يستخدمون الثلج حينما يتعرض اللاعب سواء في كرة القدم أو غيرها، حينما يتعرضون للإصابات فإنهم يستخدمون الثلج دائما لتخفيف الآلام ورفعها. ويمكن الاستفادة من خاصية انبساط الأوعية الدموية التي يحدثها الثلج في علاج الأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل وآلام الظهر والآلام العضلية، وذلك عن طريق عمل جلسات يستخدم فيها الثلج لمدة 20 دقيقة للاستفادة من فاعلية الثلج في تحسين الدورة الدموية لهذه المناطق. الثلج له تأثير على الجهاز العصبي، حيث يؤثر على النبضات العصبية الحسية التي تحمل الألم، فيقوم الثلج على إحداث التسكين للموضع المصاب، فضلا على أن الثلج يقوم بانقباض الأوعية الدموية للإصابة الحديثة ويوقف النزيف الدموي، ويحدث انبساطا في الأوعية الدموية للإصابة المزمنة. وبعد الاستفادة من الثلج الذي حصل معي، أقول ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات مفصل الركبة والكتف أو أي التواء يتعرضون له أو أي إصابة بوضع كمادات من الثلج أو كيس ثلج عليها لبعض الوقت،
لأن الثلج يسكن الآلام، آلام الالتهابات، وأيضا يمكن الاستفادة من الثلج على المفاصل المصابة بشكل عام، وتثبيط زيادة الالتهاب والتورم في منطقة الإصابة أو الألم، وتخدير نهاية الخلايا العصبية في الجلد وفي الأنسجة العميقة في موضع الإصابة، وتقليل سرعة انتقال الإشارات العصبية بين الخلايا العصبية في منطقة الإصابة، مما يخفف شعور الشخص بالألم. اليوم سجلت لكم هذه الحلقة بناء على تجربة شخصية، أسأل الله جل في علاه أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة إليكم. أسأل الله عز وجل أن يحوز هذا الفيديو على رضا الله عز وجل ثم على رضاكم. فإن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.